واش دابا هذا خطا ولا غير تحط؟ انا باقي لحد الان ما تفهمش خطا، لان الراي يعقل تم تعديل الخطا، تعديل ديالو تم تعديل. انا راه ماشي غنقول لهم ما غنسيركوش، راه ما تشوفوش فينا، ما غنشوفوش فيكم، غنعرفوكم شكون، راه الوداد هذه المغرب هذا، راه حنا اللي غن هذا الحفل الكروي هذا السيبر ليغ اللي غيتلعب راه بالوداد هي اللي غتنجح هذا الشيء، لان هي كل موسم كتلعب نهائي نصف نهائي نهائي نصف نهائي بجماهير بقاعده بالمغرب الحمد لله الحبيب بالمملكه المغربيه الشريفه. هذا خطا لا يغتفر. راه انا اش سولتك قلت لك قول لي باش غنجهل ولا ندوي شويه، واش هذا خطا؟ انا بيني وبينك واخا تم التعديل ديالو ما يغتفرش. عرفتي علاش؟ غنقول لك الصطاف ما مقبولش، انا كنقلب على شكون اللي حطها في ما مقبولش. هذا راه ما مقبولش، هذا خلاص قلت لك انا ابرد معايا الا بغيتي غنفاجر، لان هذا راه ما مقبولش عندي انا. المغرب هذا راه ما يمكنش تقول لي المغرب وتقول لي خطا، خطا طباعي سير خليه عندك. خطا طباعي؟ والله اعلم. تماك مريض؟ والله علاش يقول لي داروا التعديل؟ علاش داروا التعديل؟ بغاو يديروا دارت اصير داك الشيء خليه عندك. المغرب المملكه الشريفه هذه هذا عندنا السيد الله يخليكم الوالدين. المغرب هذا رائد يكون بخير، رائد في كل المجالات. تعصبوا؟ لا باش نعطوهم نعطوهم واحد شديده اللهجه راه ما يفهموها. اعطي دابا مشفره مباشره، حذاري حذاري حذاري، راه هادشي ما معاش اللعب. المملكه المغربيه الشريفه رائده في كل المجالات، المجال الرياضي حنا الاولين على المستوى الافريقي والعربي، وحنا اللي متابع افريقيا، كنت من افريقيا نهار الرابع عالميا، فرحنا كل افارقة لاننا كنفتخروا باننا كنتميو لافريقيا. على المستوى العربي كلشي شادو اخر بينا. تقول لينا انا اللي مكلف بهذيك الصفحه وكيبوستي هاد لي بوست ديالها وداك الشيء. المغرب راه من طنجه للقويره. الله يعلم راه من طنجه للقويره. دابا حاليا انا حاليا ما نقدرش نلقى لك مبرر نقول ربما المغرب هذا الشريف. لا كنقول حذاري، علاش قلت لهم هادشي المغرب كدير لنا هادشي ديال الاخطاء هذا خليه عندك، خليه عندك دائما. قول راه غتشارك نادي الوداد الرياضي المغربي الممثل اللي كيمثل القاره احسن تمثيل، اللي كيتواجد في النهائي ولا مرة من كاس العالم. اسمع انا ندولي على الفرق المغربيه حتى ندخل للمغرب. المغرب انت بلاتي انا ندولي على الفريق يشارك. راه هاد الخطر نقول له راه ما مشيوش، راه حنا اي حاجه وقفنا فيها راك عارفنا. المغرب كنقول لك المغرب هذا راه ما معاش الضحك. حنا المملكه المغربيه الحمد لله من طنجه الى الصحراء المغربيه، باش تعرفوا عندنا سيدنا عندنا ملكنا الله يخليه لينا، عاش الملك تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء المغربيه. راه كنقولها ونكررها، راه حذاري من هذه البسالات، راه بساله. حنا المملكه المغربيه الشريفه راه كنقول لك رمتل الحمد لله افريقيا احسن تمثيل ومثل العرب بشهاده العالم كامل فيفا كتعترف. كننظموا تظاهرة الكلشي كيشيد بها. هاد الشامبيونز ليغ راه جات في الوقيته ديال كورونا والمغرب اللي اعتقل موقف السي خالد. خصو مع النهائيات لا نفكرهم ان الذكرى تنفع المؤمنين. شوف جات كورونا وجات العالم كله مسدود والكاف على المستوى الاشارات وتكعرش واقع وناضر المغرب الحمد لله المملكه المغربيه الشريفه جات ونظمت لك النهائي هنا جوج مرات في المغرب ونظمته باحسن تنظيم. ادخل يا المعقول كاس العالم للانديه نظمناه احسن تنظيم. ادخل يا كرة القدم النسوية كاس افريقيا شي التنظيم الرائع والملاعب الرائعة. ادخل لي الوداد نهائيات ورجعوا الحمد لله والجماهير والمواكبة الكبيرة. ادخل لي كاس العالم الرابع عالميا كرة القدم النسوية كاس العالم الانديه ايفا 3 تاهلنا لفرنسا وتاهلنا الاولمبياد ودرنا واحد التنظيم اكثر من رائع. الله يجعل البركه. هادشي راه ما معاش اللعب، كنقولها وكنعاودها. الان هذه المملكه المغربيه الشريفه خاص كلشي يحترمها، لان احنا مشرفين الافارقه ومشرفين افريقيا في كل بقاع العالم.